في البداية نعرف من حضرتك تأثيرات الحرب المباشرة على اقتصاد غزة والاقتصاد الفلسطيني. في تقرير صدر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتحدث عن أرقام مفزعة للغاية، بيتكلم على أنه نصف الوحدات السكنية تم تدميره داخل القطاع، في فقدان لحوالي 400 ألف وظيفة، في تعطل وشلل كامل لكل القطاعات الاقتصادية. هو الحقيقة طبعا ما تتعرض له غزه او فلسطين بصفه عامه هو من أسوأ انواع الاحتلال في العالم، بمعنى ان اسرائيل النهارده 2014 قامت بتدمير غزه قبل كده، وان كمان حتى 80% من المباني اللي دمرتها غزه دمرتها اسرائيل في غزه في 2014 لم تبنى الى حد الان. صحيح. وبالتالي عندما يضاف الان الى اكثر من 150 الف وحده سكنيه في هذا الوقت وفي هذا كده، والتهجير المتعمد والقتل المتعمد لأبناء فلسطين، هذا من حيث السياسة لا هو سياسة ولا هي حرب، هي عبارة عن دولة بتستخدم نفوذها وبتستخدم الدعم الغربي في تدمير وتهجير وفرض واقع لا يقبله إنسانية. واحنا بنشوف عن الاقتصاد، اولا الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد هش. صحيح. قائم على الاعانات الدوليه، وبالتالي هناك كمان في 41% من السكان بيشتغلوا في اسرائيل، وبالتالي سواء في الضفه او هنا. اذا الاقتصاد الاسرائيلي معتمد على العماله اللي بتذهب لاسرائيل، هذه العماله توقفت. الامر الثاني كمان، الاقتصاد الفلسطيني قبل قبل الحرب الاخيره في 46% تمثل بطاله. صحيح. وبالتالي هنا كل ده بتقول لنا ايه؟ تعالى بقى ناخد حته حته ونشوف الدنيا مشيت ازاي. اولا هناك تدمير لبنيه تحتيه، هذه البنيه التحتيه تتكلف في حدود 2 مليار دولار اليوم، ده كان من حوالي 10 ايام او 15 يوم، يعني النهارده هذه البنيه التحتيه تتكلف اكثر من 3 مليار دولار. اثنين، المباني اللي تم تدميرها تتجاوز 2 مليار جنيه، يبقى احنا عندنا 5 مليار النهارده خسائر مباشره في الحجر بس. صحيح. تعال خد بقى القتلى اللي هم موجودين دولت، والايد العامله اللي اتدمرت، الارض الزراعيه اللي اتجرفت، كل الصيد اللي وقف، الكهرباء اللي تعطلت، المدرسه اللي توقفت، المستشفى اللي اتهد، كل دي تتجاوز النهارده اكثر من 500 مليار دولار النهارده عشان تعيد غزه الى ما كانت عليه او حتى تكون هناك كده. فضلا عن ذلك الاثار الكليه بقى. الاثار الكليه اولا توقفت البورصه توقف كامل دلوقتي، هي كانت متعثره لكن توقفت توقف كامل، وبترتب عليها توقف كل ادوات الالات الاقتصاديه، توقفت المشروعات الصغيره والمتوسطه ومشروعات البنيه التحتيه وغير ذلك، توقف ايضا النقل. حضرتك بص في الشارع وشوف عدد السيارات اللي احترقت واللي كسرت واللي اتهدمت، عدد السيارات بس بتاعت الناس الموجودين فيها، عدد آلات الحركة. النهارده مجتمع فلسطين النهارده مجتمع عاد إلى ما قبل 300 سنة، هذا الأمر يمثل جريمة، بجانب جريمة الحرب هناك جريمة اقتصادية تتم في شكل على ناس معزل ما لهمش أي علاقة بأي حاجة. لا هم قاموا واختطفوا المحتجزين ولا غيره، ده الاطفال المقتولين النهارده. تعال خد بقى كمان راس المال البشري، النهارده راس المال البشري اللي موجود هم عندهم تقريبا 2.3، لما ناخد 30% منهم قوى عامله يعني حوالي 700 الف ايد عامله. ال 700 الف ايد عامله النهارده شوف مستقبل الطلبه، مستقبل الاولاد، العدد الطلبه اللي توفوا النهارده، الاولاد الاطفال النهارده في مستقبل العماله ومستقبل التنمية في أرض فلسطين. شوفوا السيدات والمدرسات والناس الموجودين، كل ده يمثل آثار اقتصادية على الاقتصاد تدفع غزة فاتورته على مدار 50 سنة قادمة، لأن ما يحدث في هذه الحالة هي جريمة بكل معاني الكلمة، لا يمكن وصفها على أنها حرب. الحرب عندما يكون جيشين قصاد بعض، لكن لما يبقى جيش مقابل أطفال ده جريمة كبيرة. الآثار الاقتصادية اللي اتأثرت بها غزة وستتأثر بها الأمة العربية، ليه؟ لأن في الآخر خالص البنايات دي كلها هتبقى من خزانة الأمة العربية، من خزانة الدول العربية، وكذلك الدولة المصرية كمان تتأثر.
هذا الامر اللي موجود يمثل فاجعه اقتصاديه موجوده بكل تأكيد في هذا الوقت، وتتطلب هنا ضروره معالجتها بسرعه حتى لا يحدث تداعيات على الازمه. ما اجمالي الخسائر التي تحملها الاقتصاد الفلسطيني في ادنى تقدير لم تقل عن 400 مليار دولار حتى يمكن ان تعاد الى ما كانت عليه بغض النظر عما كانت. النهارده كمان هضيف حتى القطاع المصرفي، لما يتوقف قطاع المصرفي النهارده نهائيا ومفيش تداولات، اذا معنى ذلك الاقراض توقف والايداع توقف وحركه الاموال توقفت. الامر الثالث وهو القوى الشرائيه، اجور العمال النهارده، اجور العمال كانوا بياخدوا تقريبا 1.5 مليار شيكلي، يعني 347 مليون دولار، وده بيأثر النهارده الناس ما عندهاش فلوس، وبالتالي التضخم ارتفع الى اعلى درجه، وعشان التضخم ارتفع الى اعلى درجه اذا عدم توافر الاموال اللازمه، وبالتالي يؤثر على حركه التبادل التجاري.